بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إخواني في هذا اللقاء الذي يتعلق بمقاصد الصوم. هي أيام قلائل ثم نستقبل هذا الشهر الكريم، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا إياه نحن وإياكم ونحن على صحة وعافية. ما يتعلق بمقاصد الصوم، قبل أن نشرع في بيان مقاصد الصوم لعلنا نأتي بمقدمة في تعريف المقاصد. أحسب أن كلمة المقاصد هذه كثيرا ما تتطرق إلى أسماعنا، نقول مقاصد الشريعة، مقاصد الصلاة، مقاصد الصوم ونحوها، وهو مصطلح شرعي أضحى متداولا في كتب الفقه وفي كتب الأصول. والمقصود بالمقصد، المقصد الشرعي، هي العلة أو الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى هذه الفريضة أو نهى عن هذا الأمر. بمعنى هناك حكمة وعلة من أجلها شرع الله تعالى هذه الشرائع، سواء كانت الشرائع أوامر أو نواهي، فلا بد أن تكون ثمة حكمة وعلة لهذا الأمر، فلذلك يسمى المقاصد. وربما تسمى أيضاً بالمصالح والمفاسد، بمعنى المصالح التي حرصت الشريعة على تحصيلها للمكلفين، والمفاسد أيضاً التي حرصت الشريعة على إبعادها وعلى درئها عن المكلفين. فالمقاصد المقصود بها المصالح والمفاسد التي شرعت من أجلها الشرائع. ورب قائل يقول: وهل كل شريعة أو كل أمر لا بد وأن يكون ثمة مقصد شرعي له؟ نقول نعم، هذا لا ولا بد منه، لأن هذا فرع عن الإيمان. إذا قلنا الإيمان معرفة مقاصد الشريعة وحكم الشريعة وعلل الشريعة ومعرفة المصالح والمفاسد، هذا فرع عن مسألة اعتقادية إيمانية، وهو أن الله تعالى عليم خبير حكيم. ومن مقتضيات الحكمة، من مقتضيات الحكمة، ألا يشرع أمرا إلا ولا بد وأن تكون له حكمة. وهذا الأمر يسلم حتى في تعاملاتنا مع البشر، ولله عز وجل المثل الأعلى: فإنك إذا ذهبت إلى طبيب حكيم خبير ثم صرف لك دواء ما تعرف كن هذا الدواء، لكن لأنك تعرف أن هذا الطبيب حكيم وعليم بفنه وعليم وخبير بفنه، فإنك تأخذ هذا الدواء وأنت على يقين أن فيه مصلحة لك. وكذلك إذا نهاك عن شيء، قال: لا تأكل ذاك الشيء، أو لا تقرب ذاك الشيء ونحوه، التزمت أمره مع أنك لا تعرف كنهه، لكن لما سلمت لهذا الحكيم ولهذا الطبيب، سلمت له بأنه حكيم وخبير في مجاله، فإنك تنزل عند أوامره وتنزل كذلك عند نواهيه. ولله، لا نضرب لله تعالى الأمثال، إنما أوردنا ذلك
تقريبا للأذهان، ولله عز وجل المثل الأعلى. فكذلك كل أمر يأمر الله تعالى به لا بد وأن تكون ثمة مصلحة من وراء هذا الأمر، وكل نهي ينهانا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه لا بد وأن تكون أن يكون وراء هذا النهي مفسدة تريد الشريعة درءها عنا. وقلنا أن هذا فرع عن الإيمان والاعتقاد بأن الله تعالى عليم خبير، وكذلك هذا أيضا يطرد في كل ما يتعلق بأفعال الله عز وجل من الخلق والإماتة والإحياء والتدبير وإنزال الغيث والإصابة وإصابة الناس بالأمراض وإصابة الدول والأراضي بالقحط، كل ذلك لا بد وأن تكون لله عز وجل فيه حكمة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. فنقول هذا من أكبر الإيمان والاعتقاد بالله عز وجل، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم خبير، وهذا العلم وهذه الخبرة وهذا العلم وهذه الحكمة وهذه الخبرة تجعلك تؤمن بأن الله تعالى لا يأمر بأمر إلا وثمة مصلحة وراءه، ولا ينهى عن شيء إلا وثمة مفسدة وراءه. هذه مقدمة أوردناها يعرفها طلاب العلم ويدرسونها تحت مسمى ما يسمى بمقاصد الشريعة، إنما أوردناها حتى تكون كمقدمة ومدخل لمعرفة مقاصد رمضان. إذن إذا قلنا مقاصد رمضان المقصود به المصلحة المصالح المترتبة على هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى علينا، وهي مصالح كثيرة، بعضها مذكور وبعضها ربما يستنبط بمعنى تجارب الناس تدل عليه. ولعل الإخوة يعني السامعين ممن وقف على شيء من هذه المقاصد فلعله يشاركنا فيها. أولى هذه المقاصد وأعظمها على الإطلاق ما نص الله تعالى عليه في كتابه الكريم، وهذا الذي يسمى عند الأصوليين بمسالك العلة. لذلك إذا قرأت القرآن وتتبعت السنة وجدت أن كثيرا من الأحكام التي تأتي في الكتاب والسنة هي معللة، ومنها الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقالوا لعلها هنا صحيح هي للترجي في أصل اللغة في لغة العرب، قالوا إلا في القرآن الكريم، فإذا جاءت في القرآن لعل وسوف ونحوها، إذا جاءت في القرآن الكريم فإنها بمعنى التعليل بمعنى الحكمة. وساووها بكلمة كي، بمعنى أن الله تعالى فرض هذا الصوم حتى يكون مدخلا لتقواه، وحتى يكون مآل هذا الصيام وصوم رمضان أن يزيد في تقوانا لله عز وجل. قلنا أن لعل في أصل اللغة هي للترجي للتردد، لكنها إذا جاءت في القرآن الكريم فهي للتحقيق، بمعنى أن كل من صام رمضان إيمانا واحتسابا فإنه ولا ريب وعدا من الله عز وجل لا بد وأن يتأثر إيمانه زيادة فتزيد تقوى الله عز وجل في قلبه. لو لم يرد هذا الأمر أو هذه العلة في سياق كلام الله عز وجل لكانت المشاهدة دليلا على ذلك، أليس كذلك؟ لذلك كثير من الناس إذا جاء رمضان حتى من العصاة، كثير من العصاة إذا دخل رمضان أخبت لربه واستحى من ربه، وربما ابتعد عما كان يقترفه في كل الشهور من الآثام والمعاصي تقديرا واحتراما لهذا الشهر الكريم. نحن لا نذم ذلك، هذا أمر طيب، إنما الذم
يكون على أنه جعل هذا في شهر واحد دون بقية الشهور، بعضهم بمجرد أن ينتهي رمضان يعود إلى عادته القديمة، لكن التزامه وصلاحه واستقامته ومحافظته على الصلاة وبعده عن المنكرات هذا لا شك أمر يحمد عليه. لذلك بعض الدعاة أحيانا ربما يوبخ هؤلاء، ما توبخه، تقول له يا فلان أنت ما تجي إلا وقت رمضان تصلي، خليه، ربما كان هذا سببا لهدايته. كثير ربما لا يعرف الجماعة إلا في رمضان، فيجد بعض المتعنتين ممن يوبخه يقول له يا فلان ترى رب رمضان هو رب بقية الشهور. لا، خطأ هذا، لا شك محافظته على الصلاة ومحافظته على الجماعة في رمضان وبعده عن المنكرات هذه علامة على تقوى الله عز وجل وعلى إيمان في قلبه. الذي ينكر عليه إذا رجع بعد رمضان إلى مكة هناك لا, لا, لا بأس أن تنبهه وتقول له يا فلان رب رمضان هو رب بقية الشهور. فأعظم هذه المقاصد هي تقوى الله عز وجل، بمعنى أن التقوى التي تقع في قلب المرء من في هذا. أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال كل عمل ابن آدم له، وهذا حديث عظيم ومن أصح الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، والذي يرويه البخاري ومسلم. قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، أي الرائحة التي تكون في فم الصائم من أثر الصوم من خلو معدته من الطعام. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن تقوى الله عز وجل هذه التي نص الله تعالى عليها. لذا إذا وعدك الكريم، إذا وعدك العظيم، إذا وعدك الخبير بأن الصيام سيكون مدعاة لك إلى تقوى الله عز وجل وأن هذه التقوى ستزيد في قلبك، فاستعد بارك الله تعالى فيك لهذا الشهر الكريم. كذلك قالوا من مقاصد الصوم فإن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من جماع ونحوه، فقالوا في هذا الجوع والعطش الذي أمر الله تعالى به كسر للنفس، فقالوا فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. هذه من أعظم مقاصدها. فإذن إذا جاع المرء وأخلى معدته من الطعام والشراب ومقاربة النساء فإن هذا من أعظم المقاصد. قال ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة وخلو الباطن من الطعام والشراب، ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ولا أدري، كثير ممن أعرفهم وأنا من هؤلاء في رمضان في حال خلو المعدة، في حال خلو المعدة من الطعام والشراب يشعر المرء بنشاط أعظم للعبادة وللصلاة ولقراءة القرآن. هذا أمر يعرفه كثير من الناس ممن جرب هذا الأمر. كذلك قالوا من مقاصده أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له،
على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح. اي والله وصدق. وهذا الكتاب كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. صحيح، الجوع والعطش مدعاة حتى للفقراء، بمعنى من يجد قوت قومه، فإن قرصة الجوع وشدة الظمأ في كثير من الأحيان تجعلك تتفكر في حال إخوانك المسلمين ممن منعوا وحرموا هذا الطعام والشراب، سواء في المجاعات في كثير من الدول التي نسمع بها ومنها دول مسلمة لا يجد الواحد منهم طعام يوم واحد، وربما تمضي الأيام، فربما كان هذا الجوع مدعاة إلى أن تتفكر في نعمة الله عز وجل عليك وما أنعمه الله تعالى عليك من هذا الطعام المريء والشراب الهنيء، فتشرب وتأكل وأنت مرتاح البال. فإذا حرمت ذلك يوما كاملا وقرصك الجوع وأصابك الظمأ، كان ذلك مدعاة إلى أن تتفكر في حال إخوانك المسلمين. قالوا أيضا من مقاصدها، من مقاصد الصوم، أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فكما ورد في الحديث الشريف فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، فإن الجوع والعطش وإخلاء المعدة من الطعام ربما يهدئ المرأة عن ذلك. قال: ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه شهوة النكاح. يا معشر، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا طبيب القلوب وطبيب الأبدان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فلذا قالوا أن الإقلال من الطعام والشراب يكون مدعاة لكسر شهوته، وهذا معين، أي معين، وأكبر معين للشاب الذي لا يستطيع النكاح ولا يستطيع الزواج، من أن الصوم وكثرة الصوم ستحد من شهوته. ومن حيث الطب هذا صحيح، طبيا هذا أمر صحيح. لذلك هناك من الأطعمة ما هو معروف عند الأطباء أن تناولها أو كثرة تناولها تزيد من شهوة المرء، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف. لذلك كان العكس صحيحا، بمعنى إذا قلل الطعام أو إذا واظب على الصوم كان ذلك مدعاة إلى كسر شهوته. كذلك قالوا من مقاصده أن هذا الشهر أنها صيام هذا الشهر والتزام صيامه قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من التزم صيامه بأن يفرح كل يوم، وهذه فرحة صحيحة حقا. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة مؤجلة. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يفرحنا وإياكم يوم لقائه. قال فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه. وهذه الفرحة صحيحة. لذلك المرء الإنسان بعد صوم يوم شاق إذا جاء وتناول كأس الماء، أطيب كأس، أطيب ماء يتذوقه هو الصائم، وأطيب لقمة يتناولها كذلك حين يتناول طعام الإفطار. فلذلك قالوا أيضا من مقاصده تلك الفرحة التي يفرحها المسلم كل يوم حين فطره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بذلك. كذلك من مقاصد الصوم
أن هذا الشهر الكريم وهذا المقصد ربما كان لمن حظي بشرف المكان لأهل مكة على وجه التحديد، فإن من المعروف عند أهل العلم أنه إذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان هذا أقصى ما يتمناه المؤمن، فطوبى لمن سيلحق الصوم في مكة ثم يوفقه الله تعالى إلى الصلاة والقيام في مسجد الله تعالى الحرام، فإن هذا لا ولا شك من أعظم المقاصد. فإذا اجتمع شرف المكان وشرف الزمان وهو رمضان فأنعم وأكرم به من شرفين. كذلك من هذه المصالح العظيمة التي يتحصل عليها المسلم والمؤمن وهو غفران الذنوب. ذكرنا في مقدمة هذه الكلمة أن المصالح، هناك مصالح أخروية ومصالح دنيوية وكلاهما مطلوب، لكن أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الزهد وأهل الورع، وأنا لست منهم والله، من يحرص كل الحرص على المصالح الأخروية. إذا جاءت المصالح الدنيوية فأكرم وأنعم بها، لكن لا يكون همه إلا المصالح الأخروية. إذا جاءت المصالح الدنيوية فأهلا وسهلا بها، إذا لم تأتي فالأمر لله. فأهل الدين وأهل الاستقامة وأهل الصلاح يحرصون كل الحرص على استغلال المصالح الدينية الأخروية. ومن أعظمها أن هذا الشهر الكريم قد جعل الله تعالى فيه ليلة هي أعظم الليالي، هي خير ليلة، وهي ليلة القدر. فمن وفقه الله تعالى لقيام هذه الليلة فإن الله تعالى سيغفر له ذنوبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من أعظم المصالح التي يمكن تحصيلها من هذا الشهر الكريم. وهناك مصالح اجتماعية يعني عنت لي أثناء تدبري في هذه المسألة التي كلفت وشرفت حقيقة بأن ألقيها إلى إخواني من زواري ومن المعتمرين ومن طلاب العلم. لو تأملت يا حفظك الله أن هذا الشهر الكريم هو الشهر الوحيد الذي تتوحد فيه أو يتوحد فيه موعد الإفطار أو موعد المائدة أو موعد الطعام في العالم الإسلامي كله وفي البيوت كلها، ثم إن الاجتماع على الطعام هذا أمر يعرفه كل من يأنس إلى حضور الناس وحضور المجالس ونحوها، أن هناك أناس لا تطيب له اللقمة إلا إذا جلس معه أحد، أليس كذلك؟ حتى أن يذكر أن العرب كان إذا أتي بطعام يأمر أولاده أو نحوه يقول اذهب ابحث عن شخص ليأكل معي. ففي هذا الشهر الكريم تتوحد فيه موعد الإفطار، وهي فرصة، أي فرصة، ما أعظمها من فرصة أن تجتمع العوائل على مائدة واحدة، يتآنسون ويتآلفون. ويخبرني البعض ويحلف بالله يقول والله في بيته، يقول والله لا نجتمع على المائدة إلا في شهر رمضان لاختلاف الأوقات والاختلاف الأعمال، كل واحد هذا العمل، هذا يستيقظ مبكرا فيضطر يفطر وهذا يأتي متأخر. قال لا نجتمع هذه الجمعة الهنية على هذه المائدة إلا في رمضان. قال ومن اجتماعنا هذا 30 يوم أو 29 يوم، قال تصطف النفوس، فإذا فلا ينتهي الشهر إلا وتجد أن نفوس هذه العائلة قد صفت، لأن سبحان الله العظيم
الاجتماع على الطعام ترى له أثر عظيم في إدخال المودة والمحبة في قلوب الناس، هذا في حال العوائل والأهل، وكذلك في حال المغتربين في الدول الأخرى. لذلك المغتربون هناك يقولون أن شهر رمضان أيضا هو الشهر الوحيد الذي تجتمع فيه الجاليات الإسلامية في على طعام واحد ويجتمع الأصدقاء، فربما كان أيضا هذا يعني من أعظم مقاصد الصوم. هذا ما عن لي، وإذا كان هناك مشاركات من الإخوة فأسعد بسماعها. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.